قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد الذي يمشي على الأرض. فما هي قصة هذا الصحابي الذي اعتبر أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ تابعونا لتعرفوا أهم التفاصيل. اسمه طلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو بن كعب، أحد العشرة المبشرين بالجنة. أما أمه فهي الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء الحضرمي، أسلمت قديما، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك كله يوم طلحة، ويقصد غزوة أحد. كيف أسلم طلحة؟ لم يكن ابن عبيد الله يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله، فلم يكن قد مضى على بعثته إلا وقت قصير، ولكن الأقدار السعيدة كانت تخفي وراءها الخير لطلحة. فطلحة من بني تميم، وهو جار لأبي بكر الصديق الذي أسلم وآمن بالله ورسوله. ووصل طلحة إلى مكة يسأل عما حدث فيها بعد خروجه منها، فقال قومه: لقد خرج محمد بن عبد الله فينا يزعم أنه نبي آخر الزمان، وقد تبعه أبو بكر. تذكر طلحة قول الراهب له، ثم فكر قليلا: محمد بن عبد الله إنه الصادق الأمين الذي لم يجرب الناس عليه كذبا، وأبو بكر ذلك الرجل الذي كانت قريش جميعها تعرف أمانته وحسن أخلاقه. انطلق طلحة إلى دار أبي بكر يسأله عن أمر هذا الدين والذي اعتبر جديدا، وعن أمر النبي الأخير. استقبله الصديق في حفاوة بالغة، وراح يحدثه عن الإسلام في رقة وعذوبة، وهو يستمع منصتا إلى أبي بكر وقد أعجبه الإسلام. ولم يجد طلحة فرقا بين كلام الراهب وكلام أبي بكر. أحس الصديق بأن الإيمان قد غزا قلب طلحة، فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي دار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جلس طلحة أمامه وهو يتلو عليه آيات الله من القرآن الكريم، ورأى طلحة النور يغشاه والطمأنينة تسكن قلبه، فسالت الدموع على خذيه وهو يعلن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولم يسبق أحد طلحة إلى الإسلام إلا ثلاثة فقط، وتحققت نبوءة الراهب البصري. خرج طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرقت شمس الإيمان في قلبه وسطع نور الحق في نفسه، فأصبح الإسلام خيرا له من الدنيا وما عليها، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلبه. ولكن قريشا علمت بإسلام طلحة، ولم يكن طلحة عبدا مملوكا كبلال وخباب، ولكنه كان سيدا شرفا، فأثر ذلك في نفوسهم فدعوه بالرفق أولا ليعود عن الإسلام إلى دين قومه. لكنه كان قد ذاق حلاوة الإيمان فأبى إلا أن يظل على الإسلام ولو كلفه ذلك حياته. لم تسكت قريش عنه، فقد أمروا أسد قريش نوفل بن خويلد ليعذب طلحة ومعه أبا بكر الصديق. فقام نوفل وهو القوي الشديد، فربط أبا بكر وطلحة في حبل واحد، وتركهما للغلمان والسفهاء يضربونهما بالحجارة ويعذبونهما. ولكن خرجت كلمات الإيمان منهما: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولما يئست قريش منهما تركوهما، وقد زادهما التعذيب إيمانا وقوة وصلابة، وسمي الرجلان بالقرينين رضي الله عنهما، فقد جمع بينهما الإيمان والتضحية في سبيل الله. 13 عاما هي عمر الإسلام في مكة أنذاك، ذاق المسلمون فيها صنوف العذاب والإذاء، لكنهم صبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصر الله تعالى. كلما اشتدت نار العذاب في مكة اشتعلت في القلب حرارة الإيمان وتوهجت. ووسط ظلمات مكة كان النور يشرق في قلوب بعض الناس ليدخلوا في دين الله تعالى، لكن العذاب يزداد يوما بعد يوم.
ولذلك أمر الله تعالى نبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة. نظر أبو طلحة إلى المدينة ليجدها هي تلك الأرض التي فيها نخيل وماء، وتذكر كلمات راهب بصري واستبشر بنصر الله تعالى للمسلمين. نادى منادي الجهاد، فركب طلحة فرسه مجاهدا في سبيل الله ليكون في مقدمة جيش المسلمين المقاتل ضد المشركين. وقبل غزوة بدر أرسله النبي مع سعيد بن زيد في مهمة استطلاعية، وذلك ليعرف عدد المشركين ومكان تجمعهم. وعاد إلى المدينة ليجد نصر الله قد تنزل على المسلمين، فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فكان طلحة هو الحاضر الغائب يوم بدر. جاء يوم أحد وهو يوم طلحة بحق، وكان أبو بكر إذا ذكر أمامه ما حدث في أحد قال ذاك يوم طلحة. في يوم أحد كان النصر حليفا للمسلمين في بداية الأمر، ولكن المسلمين والقصة مشهورة من الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم، فانكشف المسلمون. جاء خالد بن الوليد وكان وقتها لم يسلم، فهجم هجوما شديدا على مؤخرة جيش المسلمين، فارتبك الجيش ووقع في صفوفه الخوف، وانقلب النصر إلى هزيمة. كان غرض المشركين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحاط المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام يريدون قتله، ورأى طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحاط به المشركون من كل جانب، وهذه هي دماء النبي قد سالت على وجهه الشريف، فإن المشركين قد أصابوه وأوشكوا على قتله. انبرى طلحة يشق الصفوف حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وراح طلحة يهجم بسيفه على المشركين، فكان جيشا وحده والمشركون يتراجعون أمام صيحاته وضرباته وأمام طعناته وصداته لهجوم المشركين على رسول الله. أسرع أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمسح الدم الشريف عن وجه شريف لنبي شريف ورأس شريفة صلى الله عليه وسلم، فقال لهما عليكم بصاحبكما فقد أوجب، أي أن طلحة قد استحق الجنة فاحملاه. وحمل أبو بكر طلحة وكان قد وقع على الأرض وفي جسده 60 طعنة أو يزيد. نظر أبو عبيدة إلى طلحة فوجده بلا كف في يده، فإذا بكفه قد وقع بجواره ليس بعيدا عنه، فقد قطع المشركون كف طلحة رضي الله عنه، وكان قد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه بعيدا عنهم. ويا لروعة المشهد، إنه شهيد يمشي على الأرض، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. ومن يومها سمي طلحة الشهيد الحي. كان لطلحة رضي الله عنه مواقف إيمانية كثيرة، فقد كان رضي الله عنه يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء وأمهاتهم، فكان من أولاده محمد وعمران وموسى ويعقوب وإسماعيل وإسحاق وزكريا ويوسف ويحيى وعيسى. أما بناته فكانت مريم وعائشة وأم إسحاق. ومن المواقف الإيمانية أيضا أنه كان كثير الصدقة والإنفاق في سبيل الله، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض، فقد كان غنيا كثير المال يتصدق به كله في سبيل الله يوزعه على الفقراء والمساكين. تحكي زوجته عنه أنه تصدق يوما 100,000 درهم، وتحكي أنه ذات ليلة ظل مستيقظا لم ينم، فقالت له ماذا بك يا أبا محمد؟ فقال كيف ينام من في بيته 700,000 درهم؟ فقالت أين أنت من المحتاجين والفقراء من المسلمين؟ فقام طلحة ومعه بعض أصحابه قد وضع المال في صرة ليوزعه على فقراء المسلمين، حتى لم يبق درهم واحد في داره. وتكرر هذا الموقف كثيرا، ولكن لم تهنأ الحياة للمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر. عندها اشتعلت نار الفتنة، فقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه شهيدا مظلوما، وتبعه كثير من المسلمين الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد أن سل سيف الفتنة، وفي هذه الفتنة استشهد طلحة رضي الله عنه وبكاه المسلمون. وتذكر علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلحة والزبير بن العوام جاراي في الجنة. ووقف أحد المسلمين يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ثم دخل طلحة وعليه ثوبان أخضران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا منهم، وأشار إلى طلحة. ولحق طلحة بالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليمرح في جنة النعيم. وكانت وفاته رضي الله عنه في سنة 36 للهجرة بعد موقعة الجمل. فالله تعالى نسأل صلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا رسول الله، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وجعلنا وإياكم ممن يحبونهم ويجتمعون بهم في جنات النعيم إن شاء الله تعالى.